يعني كلمة مساكين مفردها مسكين، معنى ذلك أن النون أصلية. إذا مساكين هنا جمع تكسير وليس جمع مذكر سالم. شياطين مفرد شيطان، إذا النون هنا أصلية ليست زائدة. قرابين قربان، مجانين مجنون، إذا النون أصلية. إذا هذه كانت جمع تكسير وليست جمع مذكر سالم. أهو هناك كلمات تنتهي بياء ونون لكنها ليست جمع مذكر سالم بل هي جموع تكسير. لماذا؟ لأن مفرد مساكين وشياطين وقرابين ومجانين مفردها مسكين وشيطان وقربان ومجنون، لأن النون أصلية في المفرد، وشرط جمع المذكر السالم طبعا زيادة واو ونون أو ياء ونون في حالة الرفع طبعا، وكنا هذا بالتفصيل. طب نأخذ أوقع وإذا حضر القسمة أولو، طبعا أولو أخذناها ملحقة بجمع المذكر السالم. والمساكين هنا انظروا قال الله تعالى والمساكين بالضم، لماذا؟ طبعا مرفوعة بالواو، عفوا بالضم، لأنها جمع تكسير. الله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين، إذا الشياطين هنا ليست منصوبة بالياء ولكنها منصوبة بالفتحة لأنها جمع تكسير. هكذا هل يوجد